اخر اسم اسالك عنه قفشه قفشه يعني قفشه لعيب كبير ولعيب ادى النادي الاهلي كتير واهدافه كانت مؤثره مع النادي الاهلي بس قفشه محتاج ان هو يرجع قفشه بتاع زمان محتاج يعني انا شايفه الفتره اللي فاتت بيشتغل على نفسه ان هو بيدافع وبيعمل حاجات كويسه ممكن يكون راجل طالب منه دي وما كانش بيعملها بس قفشه برضه الحته الدفاعيه مع الحته الفنيه اللي قدام يعني قفشه كان بيوصل لعيبه كتير بيلعب على المرمى عنده ثقه في نفسه يعني قفشه المستوى السنه دي اقل من السنه اللي فاتت عشان ما بيشاركش كتير مش ممكن ده يكون ليه دور انه لما لما كان بيشارك, بيشارك آه. المستوى يعني هو قفشه اتاثر فتره بتاعه مدرب المنتخب كيروش, <applause> كيروش. تأثر جامد محمد شريف خد شويه وقت وبعدين يعني رجع لل بياخد اه مم. لكن قفشه ممكن يلعب وقت قليل بس يبقى مؤثر الناس لحد النهارده بتنادي بقفشه في اي وقت في المباراه صح. حتى لو بتنتقده حتى صح. لو هي شايفه ان هو مش قفشه ليه لان هو الحلول عنده هو مظبوط بس لكن يظل قفشه لعيب كبير لعيب اهدافه مع الاهلي تاريخيه قبل يعني انا بحبه جدا جدا وبحب اللاعب المياري دايما وان شاء الله الفتره الجايه افشه يبقى افضل يعني هو محتاج بس المستوى يرجع شويه افشه اللي احنا عارفينه آه في المباراه الجايه